نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق نبدأها بالعناوين. القوات الجنوبية تتمكن من دخول مديرية الوضيع في محافظة أبين وتحرر معسكر وادي شقير من التنظيمات الإرهابية. سيئون تشهد مسيرة سلمية كبرى تطالب برحيل المنطقة العسكرية الأولى وتشكيل قوة دفاع حضرموت. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيات الحوثي في محافظة تعز ويطالب بفتح طرقها الرئيسية. أهلا بكم. وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي إلى العاصمة الألمانية برلين في مستهل زيارة لجمهورية ألمانيا الاتحادية تستغرق عدة أيام. وسيبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع القادة الألمان مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والإقليمية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وأعرب العليمي عن ثقته في أن تفتح هذه الزيارة آفاقا أوسع لتدخلات إلمائية التي قادتها المؤسسات الألمانية الدولية الرائدة على مدى عقود من التنمية والإعمار في اليمن. تستمر عمليات حملة سهام الشرق الأمنية لتأمين مديريات محافظة أبين في المنطقة الوسطى، حيث استطاعت القوات المشتركة الجنوبية تأمين مديرية لودر وتموضع قواتها في المدينة ونواحيها. بعد وصول حملة سهام الشرق الأمنية إلى مدينة لودر كبرى مديريات محافظة أبين، انتشرت قوات الحملة في مواقعها الأمنية بمداخل ومخارج المدينة وتأمين الخطوط الرئيسية بالمديرية من أي اختلالات أمنية. طبعا نحن اليوم في مديرية لودر بما أنسبه القائد الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي عن الذي هي سهام الشرق، وانطلقنا من منطقة العرقوب ليلة أمس محررين مديرية لودر وما حولها من عصابات الإرهاب من تنظيم القاعدة والدواعش وغيرها، ونشكر القيادة السياسية بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قايد الزبيدي. تأمين مديرية لودر كان بالتنسيق ومشاركة القوات الأمنية التي كان لها دور بارز في تسهيل انطلاق عملية سهام الشرق بالمحافظة، والتي ساهمت بشكل كبير في تأمين تحركات القوات الأمنية في المناطق التي كانت تتواجد فيها بعض العناصر المشبوهة. نحن الآن دخلنا مديرية لودر ونحن الآن في قيادة مديرية ومع أفراد اللواء الثامن صاعقة بقيادة العميد الخضر محمد حمصان، والأمور طيبة والأمور تحت السيطرة. لودر مدينة الصمود كما يسميها سكان المحافظة، وذلك لصمود سكانها وقبائلها في مواجهة التنظيمات الإرهابية منذ عام 2011 واستبسال أبنائها بقيادة اللجان الشعبية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإنقلابية عام 2015. إلى ذلك تمكنت قوات الحزام الأمني في أبين من دخول مديرية الوضيع وتأمينها، وتعرضت قوات الحملة أيضا إلى عمليات تفجير بعبوات ناسفة استهدفت القوات الجنوبية شرق مديرية مودية بعد وصول الحملة إليها وتوجهها لمديرية المحفظة. انطلقت الحملة الأمنية سهام الشرق لتأمين المديريات الشرقية الوضيع ومودية والمحفد بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين، والتي استطاعت من خلالها دخول مديرية الوضيع وضبط مواقع وعبوات ناسفة كانت تعدها العناصر الإرهابية لاستخدامها ضد قوات الحملة الأمنية. هذه اللحظات الحرجة وأثناء معركتنا مع العناصر الإرهابية لتطهير مديرية الوضيع بحسب في مرحلة انطلاق سهام الشرق المدعومة من الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي. كما نؤكد للجميع بأن العناصر الإرهابية سوف يتم اجتثاثها من مديرية الوضيع ومن كل مديريات المنطقة الوسطى بعون الله، ثم بأشراف من القيادة المباشرة ممثلة بالقائد عيدروس بن قاسم الزبيدي. الأمور طيبة وتم السيطرة على مديرية الوضيع بالكامل تبع القائد محمد عبد الله عليه سمغه، والأمور طيبة والوضع تحت السيطرة الأمور إن شاء الله، وأننا بعدهم هذا العناصر الإرهابية تنظيم القاعدة. الحمد لله رب العالمين، أولا على سلامة أفرادنا
وتصدينا لهذا الهجوم الإرهابي، والحمد لله والذي استمر ساعتين هذا الهجوم، وإننا سنواصل دحرهم ونكون أو لا نكون في الوضيع إن شاء الله بإذن الله. وفي نفس السياق توجهت القوات الجنوبية وبمشاركة قوات وقيادة أمن المحافظة إلى مديرية مودية، حيث تعرضت قوات الحملة فيها إلى عمليات مفخخة وتفجير عبوات ناسفة وقطع الطريق الرئيسي وإصابة عدد من الجنود والمدنيين. إلا أن هذه التفجيرات لم تمنع القوات الجنوبية من التقدم واكتساح كل المعوقات والتوجه شرقا لتأمين المحفد آخر مديريات المحافظة، كما تمت السيطرة على معسكر وادي شقير الذي كان أهم المواقع التي تتخذها العناصر الإرهابية لانطلاقها. انتهت المرحلة الأولى من عملية سهام الجنوب التي تهدف إلى القضاء على عناصر التطرف والإرهاب في محافظة شبوة. وكشفت مصادر أن المجامع الإرهابية تتحرك بغطاء ودعم تنظيم الإخوان اليمني الذي لا زال يسيطر على بعض المجامع العسكرية في البلاد. تأكيد المؤكد، هذه خلاصة ما كشفت عنه مصادر غربية عن علاقة حزب الإخوان اليمني بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، حيث دعم حزب الإخوان اليمني التنظيمات الإرهابية بطرق مباشرة وغير مباشرة من خلال تسليم المعسكرات بدون قتال أو افتعال معارك وهمية تؤدي إلى تسليم المعسكرات بعدتها وعتادها دون أي مقاومة تذكر. القناة الألمانية دي دبليو وغيرها من القنوات الغربية كشفت بأن هناك تخادما واضحا بين حزب الإخوان اليمني وتنظيم القاعدة الإرهابي، ونشرت القناة صورا لقيادات تتبع الإخوان رفقة قيادات أخرى تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي. وأكدت القناة الألمانية بأن عددا من هذه القيادات مطلوبة لدى وزارة الخزانة الأمريكية ومصنفة بالخطيرة، ظهرت رفقة قيادات حكومية من الصف الأول وتحظى بحمايتها. هذا ما دعا القوات الجنوبية لشن حملة أمنية موسعة للتخلص من بؤر الإرهاب الذي زرعها حزب الإخوان في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة. الهجوم الواضح لإخوان اليمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية التابعة لهم على الحملة العسكرية لتطهير المناطق من قوى التطرف والإرهاب يكشف بأن التخادم بات أكثر وضوحا، وما كان يخطط له في الغرف المغلقة بات يناقش عبر الجهات الإعلامية وفي العلن. سهام الشرق وسهام الجنوب عمليات عسكرية تكتيكية أطلقتها القوات الجنوبية وأدت إلى تصفية محافظتي شبوة وأبين من التنظيمات الإرهابية، وقد أدت العمليات العسكرية إلى ضبط عدد من الأسلحة التي كانت تستخدمها المجاميع العسكرية التابعة لحزب الإخوان اليمني وتنظيم القاعدة الإرهابي. في ذات السياق دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حظر حزب الإصلاح أو التجمع اليمني للإصلاح تزامنا مع ذكرى تأسيسه 32، وشن الناشطون من خلال حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج حظر الإصلاح مطلب شعبي هجوما عنيفا على حزب الإصلاح، مطالبين بحظره وإيقاف أنشطته غير القانونية. ويعد حزب الإصلاح ومنطلق الأفكار والمعتقدات الإرهابية في البلاد انطلاقا من فترة التسعينيات وتخادمه المستمر مع تنظيم القاعدة في الوقت الحالي. انطلقت مسيرة جماهيرية كبرى بمدينة سيئون تطالب برحيل المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية. المسيرة السلمية الحاشدة تأتي ضمن سلسلة مسيرات جابت مدن ومناطق وادي حضرموت والتي ترفض تواجد المنطقة العسكرية الأولى. يتصاعد الغليان الشعبي يوما عن يوم، وتتجدد المسيرات الجماهيرية الحاشدة لتجوب مناطق ومدن وادي حضرموت. حشود شعبية انتفضت بمدينة سيئون تطالب برحيل المنطقة العسكرية الأولى. طبعا هذه المنطقة لا يخفى على الجميع، جاءت القاعدة إلى سيئون وكانت متفرجة، ولكن للأسف الشديد ذهبوا كلهم إلى شقرة، لكن تركوا الوادي يومين والقاعدة تستبيح مدينة سيئون
سباحة مدينة سيون البنوك والمصارف والمحلات الحكومية يومين كاملة، والمنطقة العسكرية جازمة في داخل مقرها لم تتحرك أبدا. يعني أبناء سيئون يؤيدون خطوات التصعيد الشعبي وتشكيل قوة دفاع حضرموت، قوة حضرمية أقرتها مخرجات لقاء حضرموت العام حرو، مكونة من 25,000 جندي يراد منها استلام زمام الأمور وتأمين الوادي والصحراء. سوف نقوم ونوعد كل القيادات وكل الخيرين وكل من يقف معنا بأننا سوف نحرر أرضنا، سوف نحرر حضرموت، وسنتوجه إلى المهرة، وسنحرر كل شبر من أراضي الجنوب. إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ لا يمكن أن يتعايش الإنسان مع هذا الإنفلات إطلاقا، ولذا يجب أن يكون هناك قرار رئاسي عاجلا بدخول قوات النخبة الحضرمية وقوات العمالقة إلى الوادي والمهرة. الحشود هذه تؤكد عزمها على تحرير أرضها وإدارة شؤون أمنها، متحدية كل الصعاب لمعرفتها حقا أن إرادة الشعب لا تهزم، وأن الأرض دائما تنتصر لأبنائها. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. عقد في مقر الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت اجتماعا لمناقشة الاستعدادات والترتيبات لتشكيل قوة دفاع حضرموت التي أقرتها مخرجات لقاء حرب. وأكد رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بحضرموت العميد سعيد أحمد المحمدي عن ثقته في انتصار الإرادة الشعبية لأبناء وادي وصحراء حضرموت، مضيفا أن حراكهم وتصعيدهم الشعبي سينتصر لا محالة، وستخرج قوات المنطقة الأولى مرغمة على حد تعبيره. فوض محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي المهندس هشام السعيدي بتسيير العمل بمديريات الوادي والصحراء والمكاتب التنفيذية. وذكرت وثيقة صادرة من محافظ حضرموت بأن هذا القرار يبدأ تنفيذه اليوم الثلاثاء حتى ترتيب إداري أو ترتيب إدارة الوادي والصحراء من مجلس القيادة الرئاسي. إلى ذلك التقى محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بسيئون رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي والشيخ حسن سعيد الجابري وعددا من القيادات والشخصيات الاجتماعية والسياسية. وأكد محافظ حضرموت وقوف قيادة السلطة المحلية إلى جانب أبناء المحافظة لتلبية مطالبهم بتوفير الخدمات الضرورية، منوها بالإيمان الراسخ للسلطة المحلية بأن حفظ الأمن في حضرموت لن يتأتى إلا من خلال أبنائها. دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية إلى تكثيف انخراطها مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ في جميع جوانب المفاوضات وتجنب وضع الشروط. وأدان جروندبرغ هجمات ميليشيات الحوثي معتبرا إياها تهديدا للهدنة الأممية. في أحدث بيان له، دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية إلى تكثيف جهودها على وجه السرعة والتحلي بالمرونة في المفاوضات التي تبحث الاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار وتجنب وضع الشروط. كرر المجلس التأكيد على أنهما من حل عسكري للصراع في اليمن، وأدان هجمات ميليشيات الحوثي في محافظة تعز والعرض العسكري الذي أقامته الميليشيات ذاتها في محافظة الحديدة، داعيا إلى وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية الظاهرة في انتهاك اتفاق الحديدة. وقال إن الهجمات الحوثية هددت بعرقلة الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة. مجلس الأمن أعرب عن قلقه حيال عدم إحراز تقدم في فتح الطرقات في تعز تماشيا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة، وكرر دعوته للميليشيات الحوثية إلى إبداء المرونة في المفاوضات وفتح الطرقات الرئيسية في تعز على الفور والكف عن عرقلة الإجراءات المتعمدة بشأن تخليص سفن الوقود، مشيدا في هذا السياق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لتلافي نقص الوقود في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية بسبب أوامر الأخيرة التي أثرت على الإجراءات المعتمدة بشأن تخليص سفن الوقود. وعدد البيان فوائد الهدنة الإنسانية كما قال، مشيرا إلى أنها أسهمت في تخفيف عدد الضحايا بنسبة 60%،
وضاعف واردات الوقود بمعدل 4 مرات عبر ميناء الحديدة واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء. يحشد المجتمع الدولي جهوده للبناء على الهدنة الأممية الجارية والذهاب نحو هدنة موسعة يأمل أن تعبد الطريق نحو حل سياسي للأزمة في اليمن، لكن هذه الجهود تصطدم بعرقلة من قبل ميليشيات الحوثي. بحسب مصادر سياسية تفخخ ميليشيات الحوثي الطريق نحو حل سياسي ولا توفر جهدا لإفشال الجهود الدولية، بما في ذلك رفض تنفيذ بنود الهدنة الجارية والذهاب نحو إفشالها بعد الاستفادة منها في إعادة ترتيب صفوفها من جديد. ينخفض سقف توقعات اليمنيين إذن من انفراجة وشيكة في المشهد اليمني كل يوم. يقول مراقبون إن كل حصاد فوائد الهدنة التي تعددها الأمم المتحدة يعود إلى تنفيذ الجانب الحكومي التزاماته، بينما الجانب الآخر أي ميليشيات الحوثي لم تثبت حتى اللحظة استعدادها للانخراط الجاد في أي جولة تفاوض سياسي، وكل ما تقوم به هو استثمار للهدنة الأممية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تنظم دورة تدريبية لصناعة المحتوى الرقمي وإدارة الحملات الإعلامية. أهلا بكم من جديد. التقى نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي الوكيل المساعد لقطاع السكان بوزارة الصحة الدكتور إشراق السباعي والمدير العام لمكتب الصحة بالعاصمة عدن الدكتور أحمد البيشي، وشدد الزبيدي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية الداعمة والمانحين لقطاع السكان لاستجلاب المزيد من الدعم للمستشفيات والمجمعات والمراكز التخصصية، وكذلك رفض القطاع بالكفاءات والخبرات القادرة على النهوض بالقطاع وتفعيل دوره في جميع مديريات العاصمة عدن. أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس أن تحسين البنية التحتية وتطوير وسائل وآليات العمل وتسهيل الإجراءات والمعاملات في المنافذ الجمركية ضرورة ملحة لتنشيط وتفعيل الحركة التجارية. ولفت لملس خلال ترأس اجتماع موسع مع قيادة وكوادر مصلحة الجمارك إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، والكل مطالب بالتعاون والالتزام بتأدية واجباته، مؤكدا أن عملية التصحيح والتصويب أصبحت ضرورة للحفاظ على ديمومة وفاعلية النشاط التجاري في موانئ ومنافذ جمارك العاصمة. نظم قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي دورة تدريبية لعدد من القيادات والكوادر الإعلامية في هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي وناشطين وإعلاميين جنوبيين، وذلك حول صناعة المحتوى الرقمي وإدارة الحملات الإعلامية. تحت عنوان صناعة المحتوى الرقمي وإدارة الحملات الإعلامية، نظم قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي دورة تدريبية لعدد من القيادات والكوادر الإعلامية في هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي وناشطين وإعلاميين جنوبيين. اليوم نفذ قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام دورة تدريبية في صناعة المحتوى وإدارة الحملات الإعلامية، وطبعا هدف الدورة هو من أجل تأسيس استراتيجية للتواجد يعني استراتيجية التواجد على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك أيضا من أجل يعني بناء ناشطين وصحفيين مؤثرين وقادرين على إدارة الحملات الإعلامية بناء على أسس علمية وعملية. الدورة تستمر لمدة 4 أيام، يتلقى فيها المشاركين من مختلف النشطاء الإعلاميين مفاهيم حول المحتوى الرقمي وكيفية توظيف هذا المحتوى الرقمي وكيفية عمل الهاشتاكات وعمل وخلق رأي عام حول قضايا معينة. الدورة تستمر لمدة 4 أيام ويشارك فيها قرابة 30 متدربا ومتدربة يتلقون فيها مفاهيم الإعلام الرقمي وكيفية إدارة الحملات الإعلامية المختلفة. بالنسبة للإعلاميين الجنوبيين الكادر الإعلامية الجنوبية اللي تمثل نقلة نوعية بالنسبة لهم
ومحاولة المواكبة للتطورات سواء تكنولوجية أو حتى السيكولوجية التي تمر بها المنطقة والعالم. دوره لي في صناعة المحتوى الرقمي المؤثر وكيفية إدارة الحملات الإعلامية في اليوم الأول من الدورة كانت بعنوان الجنوب العربي بالتاريخ المعاصر في الحاضر والقديم، ومن ثم تم أخذ دورة أخرى اللي هي عن طريق الأستاذ محمد بحداد والتي تحتوي عن كيفية إدارة الحملات الإعلامية وشنها عن طريق التواصل الاجتماعي ومنصاتها. الدورة تعني لي أهم يعني أشياء كثيرة، منها كيف يعني إدارة الحملات الإعلامية وصناعة المحتوى الإعلامي وكيف يعني تتفاعل مع الجمهور ومع القضية الذي يجب أن تظهر إلى الرأي العام وكشف الحقيقة وصد الشائعات الذي تبث من الذباب الإلكتروني. تكمن أهمية الدورة في تعليم المفاهيم المتعلقة بالحملات الإعلامية وكيفية صناعة الرأي العام المؤثر وتأسيس استراتيجية معينة على وسائل التواصل الاجتماعي تبنى على أسس علمية يتبناها الناشطون في وسائل الإعلام التفاعلي. صالح نش، الغد المشرق، عدن. التقى مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطية سعيد المنهالي نائب منسق قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ليفان كاتشارافا، وناقش اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق المشتركين بين الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر في الجانب الخدماتي الإنساني المقدم للسجناء في السجن المركزي وإمكانية توفير الخدمات الطبية والعينية اللازمة لهم. أقام مركز التغيير للإعلام والدراسات بمحافظة شبوة حفلا تكريميا لأوائل الطلاب من أبناء المحافظة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. بخطى ثابتة وبرفقة والدها وصلت رحاب الهدبول إلى قاعة تكريم أوائل الثانوية العامة بشبوة بعد أن حصدت مقعدا لها ضمن العشرة الأوائل بالجمهورية في القسم الأدبي. من قرية الصحيفة بأرياف العاصمة عتق بدأت رحاب دراستها الابتدائية، ثم انتقلت للدراسة الثانوية في ثانوية بلقيس بعتق. كافحت وصبرت على عناء وتكلفة المواصلات اليومية، وعلى الرغم من ظروف أسرتها الصعبة تقف اليوم في منصات التتويج تسطر قصة نجاح ذات مذاق خاص عنوانها الإرادة والعزيمة. أول شيء امتنان لله سبحانه وتعالى، يعني فضل الحمد لله رافقنا في كل لحظة من لحظات مسيرتنا التعليمية من الأول ابتدائية حتى وصلنا لمرحلة أو لآخر مرحلة في الثانوية العامة، كان توفيق الله حاضر فالحمد لله. أيضا بتعبنا وبجهدنا وبدعم الأهل وبتوفيق الله سبحانه وتعالى أود أن أشكر مركز التغيير لكونه يعني كرمنا، وهذا لفتة كريمة جدا ولن تنسى. هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبجهدها، الصراحة هي مجتهدة في التعليم ومهتمة في المذاكرة، والتوفيق سبحانه من الله أولا كل شيء. الطالبة رحاب كانت إلى جانب الطالبة ريتاق الجيلاني والطالب إبراهيم جور ممن تم تكريمهم في مبادرة مركز التغيير للإعلام والدراسات وسط حضور وترحيب رسمي ومجتمعي كبير. في البدء وعبر شاشتكم نحب أن نبارك لأبنائنا إبراهيم وريتاج ورحاب على حصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، ونشكر مركز التغيير للإعلام والدراسات على تبنيه لهذه الاحتفالية التكريمية، وليس غريبا على أبناء شبوة التفوق، فألف مبروك لشبوة الاحتفال بأبنائها ومن تطور إلى تطور. طبعا يسرنا في مركز تغيير الإعلام ودراسة محافظة شبوة المركز التخصصي الرائد على مستوى المحافظة، تشرفنا كثيرا بتكريم طلابنا المتميزين على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية، كنا أكثر سعادة بالحضور الطيب الذي امتلأت به القاعة، حضور طيب، طلاب يستحقوا الكثير والكثير بجهدهم وجدهم واجتهادهم. الكلمات وقصائد الشعر التي ألقيت في الحفل التكريمي عبرت عن فرحة المجتمع الشبواني بتحقيق المحافظة مراكز متقدمة في امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والإشادة بما حقق إبراهيم وريتاج ورحاب من إنجاز كبير على المستوى الشخصي خاصة والمحافظة بشكل عام. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين.
القوات الجنوبية تتمكن من دخول مديرية الوضيع في محافظة أبين وتحرر معسكر وادي شقير من التنظيمات الإرهابية. سيئون تشهد مسيرة سلمية كبرى تطالب برحيل المنطقة العسكرية الأولى وتشكيل قوة دفاع حضرموت. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيات الحوثي في محافظة تعز ويطالب بفتح طرقها الرئيسية. يمكنكم متابعة المزيد عبر حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الغدوائي. إلى اللقاء.